أشوف شوفة جود. هلا إيش أخبارك؟ اليوم راح أخلع سني. اليوم شو راح تخلع هالسن؟ شوفوا طالع سن تحت سن. أوه ماي جاد غريب. أوكي حاولنا نطلع في البيت ما قدرنا، فقررنا نروح وين؟ مستشفى. يما شفت خاف من دكتور الأسنان بس اليوم قوية وشفت كبيرة ما شاء الله كان صح. يلا نروح. يلا وقبل ما نروح لا تنسون اللايك شير سبسكرايب. يلا نروح. يلا نروح شباب لا تبكين. اوكي اوكي برومس ان شاء الله. شوية خايفة شاف الحين لما قربنا صوب العيادة قالت شوية خايفة. لا شوف انت شجاعة وعدتيني انش ما تخافين صح؟ صح. يلا شطورة شباب شباب قدها. يلا شوفت برس. اوه ماي جاد اصلا هو قاعد يهز بس حاولنا في البيت ما قدرنا. من تحت هنا ملزق متعلق صح؟ يبالا لازم دكتور. يلا اليوم رايحين من زمان رحنا دكتور الاسنان. اكثر شيء خايفه من الابره. لا تخافين لا تخافين شفا عادي انت الخلع بس الابره تخاف منها. شفا لا تخافين. أوكي؟ اوكي يلا بس المشكله ان الضرس وايد متعلق يعني. ها نفس هذا حلها راجع ورا ما راح قدام. يبالك تقويم شكله هش التقويم نازل التقويم فوق. إيه شوفة إذا سويتي تقويم أسنانك راح تتعدل. يمكن أسويش تقويم شو رأيك؟ أوكي شطورة. إذا خلعت شو بتعطيني؟ شو تبين أنتي؟ شو تبين هدية؟ ما أدري. أوكي نروح البقالة. أو شو تشلعبة؟ أوكي هذا الحين بعد شوي بتدخل تعال أسنانها. خايفة؟ شوية متوترين بس يلا عادي عوافي. أوكي كل شيء بيكون أوكي حبيبتي جبا. هنشد القميص. شو شبه خايفة؟ لا تخافين حبيبتي. اوكي؟ يلا قعدت الحين بيعالجوها دكتور يعتمدون نصور الخلع. اوكي شفا نصور لهم بعدين اذا ان شاء الله طلعوا السن. بس لا تخافين تكوني قوية. اوكي؟ شاطرة خايفة. لا تخافين ما شاء الله طلعوا السن بسرعة. شفا شو؟ كان يعور؟ ما يعور صح؟ شاطرة والله ايزي. شوفوا السن طلعوه. يلا شاطرة شفا جود جوب شطورة. تخيلوا بدقيقتين طلعوه. يلا شاطرة حطوا لها مخدر طلعوا السن شطورة. كانت خايفة اشوف شفا جود. يلا طلعوا السن شفا شلت سنها معها رايح مياه بس فمنا تمسكين. اوكي يلا شاطرة شفا قاعد تراوي ام السن في البيت ما خليتها تطلع. دكتورة طلعت البيضة؟ ايه يلا خلاص سلامات الحمد لله على السلامة. فمت؟ اخده يا شطورة شفا ما بكت. يلا تعالي يلا شفا اشوف السن. واو شوفوا طلعتها شاطرة. هذه عورت؟ شاطرة يلا يلا شجاعة شباب حبيبتي. قاعد تشوف شكلها. لا لا ما تغيرتي. سوى مخدر؟ شوفوا خلعوه شاطرة شفا. يلا بيطلع سن أحلى عنا. فهمت حظ عليه. سوي كيكي مرة. أوكي؟ عشان تصير أسنانك بيضة ونظيفة.